هناك عمليتين سيعمل المرصد على الأولى والكبيرة هي المواطنة الفعالة، التعبئة، التحسيس، إطلاق فضاءات ومساحات للمجتمع المدني للحوار المحلي، تأخذ طابع جهوي، تأخذ طابع ولائي، تأخذ طابع جواري، المجتمع المدني والجمعيات هم لحين ينشطوها، وهذا يعتبر مهم جدا بالنسبة لمحور الحوار اللي ينطلق فيه المجتمع المدني حول أهمية هذا الموعد بالنسبة للمشاركة، وأهميته أيضا على ما يرتقبه المواطن من هذا الموعد بالنسبة لحياته اليومية في العمليات الانتخابية. وتحدثت أيضا على ما يقوم به المجتمع المدني، وربما تكون تجربة أولى أو سبقتها تجربة أولى في 2013 من خلال تعبئة ما يفوق 1000 ملاحظ في العمليات الانتخابية. وتكلمنا مع السيد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدراسة إمكانية تنظيم المجتمع المدني من خلال مقاربة تاع الديمقراطية التشاركية، أنه يكون عنده المشاركة في الإشراف على هذه العملية الانتخابية، أي ملاحظ أوبسرفاتور.